صباح الخير يا كيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبدأ أول فيديو للمراجعة، هنراجع حروف اللغة العربية بتاعتنا، وهنبدأ بأول حرف هنراجع عليه حرف الألف. حرف الألف صوته آ، حرف الألف صوته آ، ألف فتحة آ أسد، ألف كسرة إي إصبع. زي ما شفتوا الكسرة بتنزل الهمزة كمان بتاعت الألف، تنزلها تحت. ألف ضمة أو أخطبوط. الحرف اللي بعديه حرف الميم، هو ده شكل حرف الميم، وهو منفصل. منفصل يعني بيجي في آخر الكلمة، ما يمسكش بعدي حاجة، وده شكله وهو متصل. صوت حرف الميم مه مه. ميم فتحة ما موز، ميم كسرة مي مقص، ميم ضمة مو مثلث. الحرف اللي بعده حرف الباء. حرف الباء ده شكله وهو منفصل، وده شكل حرف الباء وهو متصل. صوت حرف الباء ب ب. باء فتحة با بطة، باء كسرة بي بطيخ، باء ضمة بو برتقال. الحرف اللي بعد كده حرف الفاء. برافو، سمع حد عرفه؟ حرف الفاء هو ده شكل حرف الفاء وهو منفصل، ده شكله وهو متصل. صوت حرف الفاء ف ف. فاء فتحة فا فراشة، فاء كسرة في فيل، فاء ضمة فو فرشاه. الحرف اللي بعد كده حرف النون، ده شكل حرف النون وهو منفصل، ده شكله وهو متصل. صوت حرف النون عشان اقدر اميزه ن ن. نون فتحة نا نحلة، نون كسرة ني نسناس، نون ضمة نو نقود. النقود يا ولاد اللي هي الفلوس. الحرف اللي بعديه حرف اللام، ده شكل حرف اللام وهو منفصل، وده شكله وهو متصل. صوت حرف اللام ل ل. طيب لما احط عليه فتحة، لام فتحة لا لبن، لام كسرة لي لسان، لام ضمة لو لعبة. الحرف اللي بعديه حرف الحاء. حرف الحاء ده شكله وهو منفصل، وده شكله وهو متصل، فاتح ايده اهو. صوت حرف الحاء ح ح. حاء فتحة حبل، حاء حبل، حاء كسرة حي حصان، حاء ضمة حو حوت. برافو عليكم يا كيجي. طيب تعالوا كده نحل نشاط مع بعض. اكتب الحرف اسفل الصورة، هنشوف الصورة وهننطقها، نشوفها بدأت بحرف ايه. صورة ايه دي يا ولاد؟ صورة لؤلؤ. لو لو، صوت حرف ايه ده؟ برافو، سمع حد بيقول حرف اللام ضمة؟ لو لؤلؤ، لام ضمة. الصورة اللي بعديها صورة نجمة. برافو، نجمة نا نا، صوت حرف ايه ده؟ نون، نون فتحة نا نجمة. الصورة اللي بعديها صورة بنت.
بنت ب ب بدأت بحرف، برافو عليكو، باء كسرة بنت. صورة ايه دي؟ صورة إشارة، اي اي، صوت حرف ألف كسرة، برافو. الصورة اللي بعديها صورة حوت، حو حو، صوت حرف حاء، حاء ايه؟ ضمة، طالما ضميت صوت الحرف يبقى عليه ضمة. الصورة اللي بعديها صورة فراولة، ف ف، صوت حرف الفاء، فتحة. الصورة اللي بعديها صورة مفتاح، مي مي، صوت حرف الميم، كسرة، برافو عليكم يا كيجي. تعالوا بقى نحل نشاط ادمج الحروف لتكوين كلمة. عندي هنا حرف ألف ضمة زائد حرف الميم، لما أركب أو أدمج الصوتين دول جنب بعض هيدوني كلمة أم. تعالوا كده ندمج ألف ضمة أو م أم. طيب الكلمة اللي بعديها تعالوا نشوف حروفها، ألف فتحة آ زائد باء تدينا كلمة أب، آ ب أب، برافو عليكو. هنكمل دمج كلمات. عندي صورة فم، فا فاء فتحة زائد ميم تدينا كلمة فم. الصورة اللي بعديها صورة بن، باء ضمة زائد نون بن بن. الصورة اللي بعديها صورة نمل، نا م ل نمل. لما نيجي ندمج الحروف عشان نكون كلمة نقول صوت كل حرف ونشبك الأصوات دي مع بعضها علشان أعرف أنطق الكلمة. يا رب تكونوا استفدتوا من المراجعة ديت. هستناكم المراجعة القادمة إن شاء الله.